جماعة الإخوان المسلمين أصبحت جماعة قوية لها انتشار واسع في جميع أنحاء القطر، من أصغر قرية إلى أكبر مدينة. الضابط عبد الناصر ده يطلع إيه بالظبط؟ تفتكر يا عمار إحنا كده انتهينا ولا ابتدينا؟ أعتقد البداية دولة الرئيس. إن الإسلام ليس دينا للعبادة فقط، وإنما للحكم أيضا. كل أمر الإخوان هم في أمان. علينا أن نسترجع فلسفة وأيديولوجية المرحوم حسن البنا رحمه الله، مؤسس الجماعة ومرشدها الأول. لما حسن البنا يموت بلغني. اصبحوا يعبدون البشر. وأنت إخواني أساسي. الجماعة اثنان في رمضان على خليجية. عيشوا معنا معنى رمضان.